كتابه اراده شعب مصر شرفاء الوطن الى جميع طوائف الشعب المصري رجالها ونسائها وشبابها الى جميع زوار مصر الحقيقيين. ان الوطن يواجه خطرا حقيقيا قد يعصف به ويدفعه للفشل الكامل ما لم نتخذ جميعا موقفا حاسما ضد الطابور الخامس بقياده المدعو محمد البلدعي وشيخ زمر وقليليون معهم. اننا نواجه جميعا خطرا حقيقيا ونمر بمنعطف خطير يسعى من خلاله الطابور الخامس من السيطره الكامله على فكر وعقل الشباب المصري بل الشعب المصري بأكمله الذي استطاع وفي فترة قليلة الإطاحة بنظامين متتاليين ومع الوقت وضحت نوايا المتآمرين بقيادة المدعو محمد البلدعي وفريقه على مصر وعلى جيشه وعلى شعبه وجميع مؤسسة الدولة حيث سعوا بكل السبل التي تشتتت قوى الثورتين لتفريقهم ليستطيعوا أما احتوائهم أو القضاء عليهم أو السيطرة على أفعالهم وضرب الجيش المصري بل والدولة المصرية وشعبها العظيم في مقتل. وللأسف الشديد فهؤلاء من تصدروا المشهد السياسي بعد ثورة يناير أثناء الفترة الانتقالية، وهؤلاء هم الكوابيس في أحلامنا. هل من عقل ووطني التفكير بعمق عن هذا الطابور الخامس وهذه الشخصيات الغير وطنية؟ فنحن الآن في مرحلة الفرز، إما أن تكون وطنيا خائن الوطن. ولهذا فإننا كجبهة إرادة شعب مصر ندعو الشعب المصري بأكمل ثوار إعلام لمساندة حربنا ضد الخونة وتوحيد الصفوف والتماسك والتلاحم بيننا من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة. وفقنا الله لما فيه الخير لمصر، والله ولي التوفيق. جبهة إرادة شعب مصر. شكرا.